أنت الوحش الوحيد في هذه الغابة. سنرى ذلك في أي لحظة الآن. ماذا لو مزجناك بهذا السالاماندر الذي تحبه كثيراً؟ هي تظنها خدعة يا مان؟ أكيد خدعة مثل خدعتنا دود. شيء مريب هناك. إنهما الغبيان، لن ننقذهما. انظر إلى كل هذه الحيوانات، ماذا يفعل أنيمو بها؟ فور أرمز سوف يهتم بالأمر. لا بن، لسنا بحاجة للقوة بل لخطة. كيف نخرج هذا الليزر؟ لن نخرجه، بل سندخله بهدوء ونحصل عليه. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6. لم يعد لدي ما أرميه. 6 6 6 6 6. ها هي. أو دكتور أنيمو يظن نفسه ذكيا. آلية إطلاق النار هذه ولا أغبى. أتبحث عن هذا؟ لا غموض هنا. إذا أردت إنقاذ مخبئك الصغير، عد إلى هذا القفص بهدوء. نعم، والآن أغلق الباب. المخلوقات الرمادية الصغيرة خرافة. لست في المزاج الآن يا ميلفن. واو واو واو. ماذا؟ أنا أجمع العديد من التينيسنز الأغبياء اليوم. أظن هذا يتطابق جيداً مع دي إن إيه مخلوق السلاج القافز. لا تستمع إليه بن، أنقذ جدي. لكن ضع سلاحك الصغير على الأرض أو ستشهد هذه الغابة مخلوقاً جديداً. وحش النسيان، ساعدنا. أوقف الحراك. حسناً، أستسلم. أنت تربح، سأفعل ما تقول، لكن دع جدي وجوين يذهبان. حسناً، الآن صار لديك ما تدافع عنه، وبما أنني أعرف ما هو فلن أعطيك إياه أبداً. يا ولد، ما هذا الضباب الذي ينتشر؟ ضباب؟ مرحباً. ما هذا الآن؟ أظن اسمه وحش النسيان. مستحيل. ليس مستحيلا. بن شوف، وحش النسيان. قلت إنه حقيقي. بن. لا، لا تجعلني أنام. سيدي الوحش، لا أريد نسيان هذا اليوم. أريد تذكرك ماذا كنت أقول؟ غفونا ونمنا هنا في الغابة؟ ما هذه؟ من هذا؟ هذا من؟ تذكرت، هذا دكتور أنيمو وسمكة ضخمة. ظننت هناك شيئاً آخر. مان، وكأن سيارة خبطتني. هاي، الفتاة التي خدعناها. هاي، ألا تظن أني أيعقل؟ ما زلت تأملين رؤية وحش النسيان؟ دعني في حلمي قليلاً يا جدي. أتعلمين؟ إن كنت تؤمنين بوجوده، أؤمن أيضاً. حقاً؟ ووحش البحيرة. بان. والأشباح. بان. وحش النسيان. بليز، انسي الأمر. نجمة. سيدي. في البداية البرق السريع، والآن أنت. هل أحمل لافتة على ظهري؟ تقول بليز دمر خططي أيتها الوحوش الفضائية؟ جعلتني أعبر الصحراء خلفك لأنك تريد استخدام ملابسي التي لم أغسلها منذ أسبوعين لتشغيل مغناطيس ضخم. بفضل عادتك المقرفة وصلت إلى المرحلة النهائية من اختراعي، والآن استعد لمقابلة العبقري موريس. هذا أنا. أهذه يرقات؟ نعم. ها؟
والآن وقت الضربة القاضية. هل ترى لاس فيغاس هناك؟ أريدك أن تأكل كل شيء فيها ما عدا النقود. طيب، لنوضح الأمور. سرقت عربتنا لتحصل على الوقود اللازم لتشغيل مغناطيس يجذب اليرقات لصنع وحش سيأكل لاس فيغاس. لا يهم، وقت رمي الأشياء. لن تتمكن من الأكل بدون جهاز التحكم. حلينا المشكلة. لو ضغطت على زر الإيقاف كنت ستمنعه. أما الآن لا شيء يقف في طريقه. سيأكل فيغاس ثم سيأكل كل شيء. هذا لن يحدث. سأجد طريقة لإيقاف وحش يرقاتك الضخم. وداعا إذن. قف سيدني، إلى الأمام. لست متحمسا لهذا أبدا. مقرف. عادة اللكم يحل كل شيء، ماذا الآن؟ المغناطيس هو ما يبقي اليرقات مجتمعة. أوه لحظة، مغناطيس؟ ماج يعني يرقة. أوه يا للسخافة، أحتاج شيئا أرميه به. ولكنه أكل كل شيء. ولا واي فاي حتى تنتهي، مفهوم؟ كانت نظيفة جدا. حسنا، نجحت. هوري. كانت النزهة أفضل مما توقعته مع الخفافيش. واو بن، ترى، وكله بلا قوى خارقة. تبدو رائعة من الداخل والخارج، وعدم استخدام قواك دليل مسؤولية. هل يمكنني استخدام الواي فاي الآن؟ لا، قمت بعمل جيد في التنظيف، لكنه أمر واحد فقط، عليك إنجاز كل أعمالك. أوه مان. لا 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 لا، ليس قبل أن يأتي الدعم. آسف مقدما يا شباب. ماذا حدث؟ زومبوزو قدر الجميع في الملعب ليسرقهم. جدي، اذهب أنت وأصدقائك لمكان آمن، سنهتم نحن بالأمر. لن نهتم بشيء وهذه لا تعمل. لن ندع الأطفال يخوضون معاركنا. يعني ماذا سيقول المدرب كين لو رأى مهرجين يسرقون الملعب؟ كان سيقول عليكم بهم يا ذئاب. بالنهاية نحن المدهشون الأربعة. علينا بهم يا رجال، هيا. هذا لن ينتهي على خير. ايه، لما العجلة أيها الظريف؟ إنهم حقاً بارعون. تحيا الذئاب. وقت النوم يا عجوز. وقد نمت جيداً اليوم. أخيراً، لم أدخل الجامعة، لكن تلقين الدروس اختصاصي. ها؟ واحد آخر عليه. سيكون هذا ممتعاً. ضربة. علي التوقف عن الاحتفال مبكراً. جدي، تبدون بحاجة للمساعدة. من؟ لحظة، المدرب كين؟ نعم. ظننتك تقاعدت منذ سنين. فعلت، لكن أولادي بحاجة إلي. حسناً، حان وقت الختام الكبير.
سوف نشعل المكان. كيف سنوقف هذا؟ لدي خطتي الخاصة. لديك خطة ستوقف صاروخ مهرج عملاق؟ نعم. لا تثبت أكتافك يا تينيسن. المدرب، قل للأولاد سننفذ خطة الذئب الشرير. الذئب الشرير؟ لا أستطيع فعلها، أصبحت عجوزا. هيا انده على الذئاب. أعو! أعو! حسناً، لنرسم الخطة للمبتدئين. يا ذئاب، إلى الصيد. ماذا؟ الذئب الشرير؟ أكره الريشة. ربحنا! واو، تسلينا يا شباب. أجمل لم شمل حصل. المدهشون الأربعة، تحيا الذئاب. أعو! تعلمين؟ أظن أنني بدأت فهم الجامعة. فعلاً؟ يا أقصد دروس، مقالب، مجموعة مهرجين تهجم، عجائز ينقذون الجميع بمضرب ريشة كبير، حياة الجامعة. تريد مشاهدة التيفي؟ يب. نعم. غشاش! اتضح أن المدمر مخلوق بأربعة أذرع، والجمهور لم يحب ذلك أبداً. امتلاك أذرع إضافية لا يعبر عن روح الرياضية. هاي، تعلمون أن ذراعاه من حديد، اسمه كايل الحديدي. إنها كناية. غشاش! من هناك؟ انهض يا ولد، إنه يمسح بك الأرض. نعم، مدربك العجوز محق، أنا فعلاً أمسح بك الأرض. أعرف أن الأمر مربك، لكن عمري 10 أعوام فقط. مستحيل. أظنك تشتت. وقت الشقلبة. واحد، هيا يا كايل الحديدي ينهض. 2، يمكنك فعلها، أنا واثق. يبدو أن هناك بطلاً جديداً. ماذا؟ ماذا تنتظر؟ هيا اضرب الأرض. أظنني مجنوناً، أو المدمر قد تحول إلى طفل في عمر 10 أعوام. بذراعين، يبدو هذا أكثر عدلاً بيل. هل ستنسحب؟ انسحب! قتل هنا! أوه لا! كايل الحديدي في وضعية الغضب! هذا خطر! هل علينا أخذ الحذر هنا بيو؟ أنا فقط أريد إنهاء الساندويتش. علي العودة إلى الحلبة قبل أن يتأذى أحد. يا! عدت إلى الحلبة. إنه ينتصر عليك يا تينيسن. أظن الأمر جدياً. انتبه! هاي، توقف! هل ستبدأ العد أم لا؟ نعم، في الحال يا مستر كايل. إذا القليل من الماء سبب مشكلة في ذراعيك، انتظر حتى تطوف. لقد تحول المدمر إلى ما يشبه حديقة مائية متحركة، وكايل الحديدي ليس إلا عبقري في زي آلي. لم تكن كناية على ما يبدو، جسده كله مصنوع من الحديد. كيف كنا بهذا الغباء؟ ما بكم؟ هذا أنا، كايل الحديدي. يحيى كايل، يحيى كايل. لا، حسناً، غير مسموح باستخدام معدات آلية. نعم، أخيراً، أنا بطل حقيقي الآن. بخصوص جائزتي، غير مسموح أيضاً باستخدام تقنية فضائية. أوه مان.
بنيت رجلاً آلياً فقط لتفوز في المصارعة؟ ألا يمكنك أن تغش أكثر؟ من يتحدث؟ مستر متحول لفضائيين؟ كنت تؤذي الناس. كنت أفوز؟ شيء لن تعرف عنه أبداً. حقاً؟ نعم. حقاً؟ نعم. فائز، وما زلت البطل. فائز افتراضي وكنت تغش. لا، فزت فقط. ماذا؟ قررت أن البطل الافتراضي جيد، خصوصا حين أجعل كايل يغضب. نلعب 3 من 5. أنت تافه يا تينيسون، تافه. ومن هذا الآن؟ وين؟ أنا أنصحك بالتصوير الآن. هشو. انهض، ماذا تفعل؟ بوهو، لا أبالي، اقضي عليه. أنتم حقا جميعا ضعفاء. بن، إنهم كثيرون، كن حذرا. أنا جدي جدا، هذا فيلم أكشن جدي. نعم، صورت ذلك؟ صورته؟ لم تفعل، أضعت شيئا؟ إنها معي الآن. جوين، ارتكبت خطأ بتدميرك سقف مقري الجميل. الآن تقرير مصيركما علينا. عذرا، أيمكنك الابتعاد؟ أنت تحجب الضوء، أنت تريدني أن أصبح بشعة. سوف تفسدين فيلمي الأكشن. فيلمي لي لي. واو، أهكذا أبدو حقا؟ هذا رائع. اقتحامنا للمكان السري كان نجاحا. يمكننا الآن تصوير الفيلم الجديد الرائع، وخصوصاً بعد عثورنا على نجمتنا المثالية. أخبريها يا مخرجة. معه حق، لديك وجه مناسب للشاشة الكبيرة. يعني كنت أمثل أحياناً في مسرح محلي قبل أن أبدأ حياة الجريمة. هذا واضح، ممثلة بالفطرة. توقف. لا، إنها حقيقة، لديك شيء مميز. شباب، هذا المكان حقاً رائع. لسوء الحظ لا أحد يقدر تعبكم. ما قصدك؟ إيه، نحن مقدرون. طبعاً، حين لا تتعرضون لإهانة من الملكة، أنتم تقومون بكل العمل، وهي؟ اليمين الآن. تهتم بجمالها وتأخذ كل الأموال. هذا ليس عدلاً، صح؟ لا، تعلمون يا أصحاب، علينا كتابة رسالة اعتراض شديدة اللهجة. أو يمكن أن تثوروا وتأخذوا كل المسروقات. نعم، فلنأخذ كل ما نحتاج. تعلم، عليك التفكير في حياة الجريمة. شكراً، لست بحاجة للعمل، أنا نجم أكشن. لا يهم. لا. واو، هذا رائع، ألديك مدير أعمال؟ صدقيني أبحث عنه. أعرف شخصاً جديراً بهذا، تفضلي، التقطي صوراً. تظن لديهم نادياً للتمثيل في السجن؟ تعلمت درساً قيماً اليوم، لن أدع أنانيتي تقف في طريق. اليوم لقمت الحشرات درساً، وأيضاً أعدت أموال الجميع. لم أكن لأفعلها لولا جوين. ماذا كانت مهمتي؟ تحضير العشاء. ضيعت مشهدي الكبير وحواري الرائع وكل... نعم، لا أريد إخراج الكوميديا أو الأكشن بعد الآن. ماذا؟ سأخرج برنامج طبخ إي وينك. ماذا؟ الكاميرا فل، سأحذف الفيلم، هكذا أفضل. ماذا؟ أوكي يا جدي، وأكشن. هاي، أنا الجد ماكس، وهذا برنامج الطبخ مع الجد ماكس. الآن ضعوا قليلا من شعر الماعز، وطبعا الكثير من البيرانا، وحركوها بسرعة ولا أسهل. الآن أحتاج إلى مساعدي لتذوق الطعم. ماذا؟ فقدت شهيتي للأعمال الاستعراضية. بن! 5 دقائق بعد. سنتحدث لاحقاً عن تحولك هذا. حسناً، بن!
عليك الاستيقاظ الآن. أنت تدمر المكان. استيقظ قبل أن تؤذي أحداً. أنت لا تسمعني أليس كذلك؟ لا 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 لا, لا. توقف. هل هذا عرض جديد؟ هذا الفتى دمر مكسورتي. مان، لما يدمر هذا الشاب الأشياء؟ ياه، وما المفترض أن يكون؟ فلتر ماء مثلاً؟ اسمعوني يا شخصيات، إذا أردتم إيقاف الشاب الجديد عن التدمير عليكم اتباع أوامري. يا أوكي، ماذا لديك؟ جميل، لنجد الشاب الجديد قبل أن يدمرنا. تشاب تشاب. فهمت. يا لها من متسلطة. مكابح اليد الآن. أظننا نجحنا. ما زال نائما بعد كل هذا؟ نفدت أفكاري. نعم، فشل ذريع. على كل، علي تفقد جدول العمل. أعطني هذا. إنترنت بحث. ها هي. بان، هذا الشيء الوحيد الذي سيوقظك. إنه سوم سلامرز. أطلق الموسم الثالث. ماذا؟ سوم سلامرز الموسم الثالث؟ نجحت. رائع. سوم سلامرز الموسم. لحظة، حلمت أنني في أدرينالند وكان الوضع مرعباً؟ ماذا؟ إذن ليس حلماً؟ لا. حسناً، علي إصلاح ذلك. وقت البطولة. يا ها. بقي شيء؟ لا، أصلحتها كلها. إذن هذه هي أدرينالند، مصممة بجنون مليئة بالصراخ. أتريد تجربتها؟ لم ترها بعد. يجب أن أنام. هاي، ها أنتما مستعدان للعب؟ حسناً يا صغار، ربما نعود غداً. أوه، بن، تحولت من فضائي إلى آخر أثناء نومك. أها، أكيد جوين. يبدو أنني لست الوحيد الذي يحتاج للنوم. هاي. حسناً يا أولاد، كيف هو شكلها؟ عليها شيء كالمسننات الغريبة، هكذا. عليها مفصل حديدي على كل إصبع هكذا. أتعنون كهذه؟ 60 ريال، من الأفضل أن تكون قوية بهذا السعر. أوه، إنها قوية. يبدو أنني أتعامل مع محترف. ما رأيك؟ 55 ريالاً. لم أبدأ بعد. بن يحتاج للقوة الآن. شكراً. هيا بنا. القفازات. ليست ساعة، ولكن لنرى ما تفعل. قوة خارقة موجود. لنتأكد من شيء آخر. طيران غير موجود. أوكي، يمكنني العمل بالقوة الخارقة. لا تلعب بها بن، إنها خطيرة. أستخدم الساعة دائماً، معتاد على القوة الخارقة. بينما أنت سأكون بخير. انظر، جراي ماتر. واو، لكن ليس هذا ما أردت. ليست سهلة. ها، هيا نجد هكس. واو، أعطيني القفازات يا ولد. خذ هذه هكس. بن، ماذا أفعل؟ ابدأي باللك. أوه أوه أوه. ياه، ضربة رائعة جوين. الآن
القفازات لي. هاي أشعر بها. سيئ. الساعة استخدميها. لا أستطيع، أنا سيئة بها. سنفعلها معا. أوكي لنفعلها. أبغريد، كيف سيساعدنا هذا؟ فكري بنفسك كالماء. كيف أعود؟ فكري بنفسك كصخرة. نجحتي. الآن استعدي لتقاتلي هكس، لأنني أظنه سيفعل شيئا شريرا جدا. يب، هذا شرير. هذه القفازات قوية جدا. بن لديه فكرة. القوة قوية جدا. سيفجر المدينة كلها الآن. ما هذا؟ إنها قوية جدا. لا يمكن. لا، تحررت. نعم. لا، رائع جدي. شكرا. لنعيدكما كما كنتما. سي يو با با تشو. سخيف، كف عن تخريب وصفاتي السرية. إنها سي يو با تشو توراكوتو. لحظة، أنا رجعنا لأجسادنا. يا سيد، لا نعلم ما أنت، ولكن رمي بائع إلى بلد آخر بقدراتك العقلية يعد خرقاً للقانون. علي القول، كنت رائعاً هناك. ياه، أنا رائع. هاي. لا، أنت قمت بعمل رائع أيضاً. أنتما بطل متجر سوابا بالوزا، لذا كأبطال وكزبائن مهمين أريد إعطاءكما عربون تقدير. ولا تنسى عبوة النكهة الأصلية. هذا كرم منك. هذا أقل ما يمكن لبائعة مثل فعله. وداعا يا أولاد. أتعلم، نحن نحقق نتائج رائعة حين نعمل معا. إنها تحرقني. عبوة النكهة الأصلية، هذا رائع. رائع. يرجى ربط أحزمة الأمان، لأن طرقات أولدفيل حماسية بشكل غريب اليوم. أوهو. واو، أنهيت الموضوع بدون تحول. الآن أوفرفلو سينهي الموضوع. أو ربما لا. حسناً، انتهيت من الرحلات اليوم. كل ما أريده هو العودة إلى عربتنا. علينا لعب ساخن وبارد لنصل. ساخن أقرب وبارد أبعد. جوين، لا أفهم لماذا. أسخن. لا وقت للعبارات الرنانة، إنه وقت فور آرمز أو هيت بلاست. طيب، استسلم بيلي، لن تحصل على البطاقة. بارد جداً، مثلج. واحدة أخرى، هذه جديدة. أسخن. قاومت شعلاتي. أوفرفلو كان سينجح. لماذا لا أحصل على الفضائي الذي أريد؟ أبدو كبيلي بيليونز. علي أن أكون سعيداً بما لدي. اكتفيت، ستدفع هذه المدينة الثمن. أشعر بالسخونة. هذه نهايتك بيبي بيليونز. حقاً؟ العجلات؟ أين كرة النار تلك؟
راقبوا الآن أفضل تقنية يمكن للمال شراؤها. أشعر أنك لديك خطة أخرى بلا هذه التقنيات. لا! توقف توقف توقف! ما هذا الذي يحصل هنا؟ برد 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 جداً! حاولت! إذن؟ ضحيت بأقدم صنبور ماء في المدينة لأهزم أصغر شرير في العالم؟ سيكون بيننا حديث طويل. ويليام ثيودور بيليون! دمرت السيارة ولم تهزم خصمك حتى. أداء سيء بني، أداء سيء. كنت على وشك فعلها. نعم نعم، وقت الذهاب يا صغير، سنناقش فشلك في الطائرة. بطاقتي! هات! أبي! اجعله يعطيني بطاقتي الآن! كل هذا لأجل بطاقة ورقية؟ حسناً، سأحل الموضوع. خذ تشاركاها. لا! لا! هذا لم ينتهي. تسمعني، سأنتقم منك. جدي يقول إننا سنبقى في أولدفيل إلى أن تتصلح عربتنا. ولا يوجد فضائي في هذا الكون يمكنه إخراجنا من هنا. خطأ كبير. المدافع عن مستقبل سخيف ضد بطل من الماضي. لا أحد يقدر عليه غير كبان. ما رأيك يا سيدي العزيز؟ أنت أداها؟ لا، لا قتال. أوه هيا، غير معقول. لا أحد سيدافع عن المول الجديد السخيف. هذا آخر ما ستراه مني يا ولد. انتبه لضغطك ستيم سمايث. كما قلت سابقا، الجنتلمان لا يضرب السيدة. لست سيدة، أنا فتاة، وهذه ثلاث ضربات. على راحتك. بن، لقد عدت. وكيف أجعل هؤلاء الناس يغادرون؟ بطل بحق. طيب، أنقذنا الناس، لنهرب. لما أنت خائف هكذا؟ أنا أعلمك فقط أصول احترام الكبار. لا تقلق كابتن، سأنقذك من الحبار. الحبار! لا أستطيع. أكيد لا. جيلي اخترع التايتانيك، الرياضيات. ماذا اخترعتم؟ الفاست فود؟ المولات؟ ما الذي ستقاتلون من أجله؟ بن، مر على المسرحية 4 سنوات، هذه ذكريات فقط. حان الوقت لنتوقف عن التمسك بالماضي ونتطلع إلى المستقبل. سخافة! لنصنع ذكريات جديدة بن، وجميلة. جميلة، جدي ماكس على حق، لدي الكثير ليدافع عنه. ألعب الفيديو، موبايل بكاميرا. أوه يا عائلتي، لدي الكثير. أخفتني، لديك عضلات قوية، لكن لدي دفاع من حديد وفولاذ وسبع أذرع. 4 أذرع ضد 7، هذا ليس تصرف جنتلمان. ماذا تفعل؟ أجعل الأمور أكثر رياضية وتشويقاً ستيمي. خبي، رفعة مقبض بسيطة. سأريك. هيا ستيم! هل فهمت أخيراً أيها الغبي الرباعي؟ الماضي آتٍ وأنا آتٍ معه. أين ذهبت؟ أولاد اليوم لا يركزون بما نقول أبداً. محاولة جيدة، لكن برفعة واحدة بسيطة. يفترض أنها مبارزة، صح؟ تأهب! تأهب بحق! تضرب كالحبار! أنت منفعل قليلاً ستيمي، عليك أن تهدأ! لا 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 لا! الأنابيب تمتلئ بالماء!
كيف لم أنتبه لهذا؟ المرة المقبلة لن يحالفك الحظ. تشنج. آمان، كنت بدأت بصنع الذكريات. أحسنت بن، أعدت ستيم سمايف إلى مكانه الماضي، لكنه يهرب. سنمسك به يوما ما. المهم أنك واجهت مخاوفك وغلبتها. أنا فخور بك. ياه، أظن مواجهة المستقبل أسهل بكثير. جدي، هل لي بآيس كريم الآن؟ التف حولها! عجلة القيادة غير موصولة بأي شيء، إنها سيارة لعبة. لهذا لسنا بحاجة لحزام أمان. بعض اللكمات تصلح كل شيء. غرفة كرات. واو! أطفال أكثر! يا أين ذهب؟ بان، لا ترمي الأطفال. انظري نيزة. هذا السلاح الذي تكلمت عنه المربية، علينا إيقافها بسرعة. ارفعني. هيلا هوب. واو. أنت ثقيل جدا. نعم أحسن. السطح غير مسموح للأطفال، ولكن بما أنكما هنا ستكون وقاحة مني ألا أريكما اختراعي. مذهل صح؟ آسفة، لا وقت عندي للعب. أعزائي، لدي تعديل صغير قبل أن أصلح العالم كله. علينا إيقافها. لا تقلقي، دعيها لي. هاي مربية الكوابيس. لا وقت عندي لهذا، لدي مدينة كاملة لأحولها. انتهى وقت اللعب بان، علينا فعل شيء مع المدفع هذا بسرعة. حان وقت القيلولة والفضائي المناسب لها. بيبي أبغريد. أبغريد ينطلق. كوين، ساعديني. ماذا أفعل؟ أنت صغير جدا. نجح. بدأ تسلسل الإطلاق. حسناً يا عالم، نلتقي في الحضانة. لا أعلم كيف يعمل هذا الشيء، ولكن سأحاول عكسه. ماذا؟ ماذا فعلت بآلتي الرائعة؟ يجب أن توجه نحو المدينة. والغبار لونه خاطئ. ماذا؟ جيد، عدنا إلى حزمنا. ماذا فعلت بآلاتي؟ بل ماذا فعلت بوجهك؟ أنت عجوز. ليس لائقاً التعليق على عمر من هو أكبر منك. إنها مزحتك الأخيرة أيها الصغير. ظهري. عكست مسحوق تصغير العمر. طبعاً، والآن لتجاعيدك تجاعيد. وجهك. نعم، أنا فخور بهذا. لقد دمرت كل شيء أيها الشقي. هذا لم ينتهي بعد. ظهري، سأنتقم منك. ركبتي. لقد نجحنا. لا، كيف تعتقلون امرأة عجوز؟ أو أتباعها العجائز. أحتاج للنوم. يمكنك النوم في السجن جدي. لحظة، إذا هم كبروا. ماذا حصل لجدي ماكس؟ كان أصلاً سوبر عجوز. تأخرنا، تحول لكومة غبار. واو، لابد أنني غفوت في الخيمة. يا أولاد. جدي أنت بخير، استقبلناك كثيرا. إننا حقا أطفال. نحن أسفان. واو، أصبحتما مهذبين. علي ترككما مع المربية أكثر. لن نفعل أي شيء بعد الآن، أياً كان. حسناً حسناً، لا تكون كالأطفال. الآن هيا، إنه وقت البطولة. لكن أنا البطل. هناك حيلة بان، إذا لم يكفي قطران تيم والأسهم، الآن معنا هذه. عندما لحقت بتيم، أجرينا بعض التحقيقات الخاصة. تحقيقات؟
شاهدنا ما تبقى من عبوات تيم للقطران وقررنا التحقق من مواقع الحوادث السابقة. هناك حادث واحد، حريق القارب، تطلب الأمر بعض البحث، لكن كان ما توقعناه. إنها العبوات نفسها بان، وأتحداك أننا سنجد واحدة فوق موقع الانفجار. بطل يفتعل كوارثه؟ طريقة للعب دور البطل بلا خطر إلا على الآخرين. وأنا متأكد أنه لم ينتهي بعد. من هذا الآن؟ رحبوا معي بالشرير المسؤول عن أحداث اليوم. شرير؟ شرير؟ هذا سيء جدا. عفواً، أنا شرير؟ عليك النظر في المرآة، أم نسيت أمر هذا؟ اهدأ يا ولد، هناك تفسير منطقي لكل هذا. أردت أن أكون بطلاً. بعض الحوادث الصغيرة، عمليات إنقاذ أسطورية وبومها كنادي الأبطال. ياه، لدي ناد لك يقع خلف القضبان. حسناً، أتمنى أن تحب لعاب ثعبان برمودا. رميتها على السد، فكرة سيئة باكو، حتى لشرير. كان حادثاً، سأصلح ذلك، لا عليك. سيرى الناس تسرب ماء صغيراً وسأصلحه فوراً. هذا صدع كبير. حسناً، ما علينا فعله هو الهرب. البطل الحقيقي لا يخاف المخاطر. لهذا أستخدم الأجنحة. حسناً تيمبكتو، قادم إليك. أين بان؟ لا مزيد من اللعب، الموضوع جدي الآن، فهمت؟ وقت البطولة تيم. ماذا أفعل؟ القطران. الآن. تابع، لدي خطة. لا تبقاني. أمسكتك. عمل طفولي، الجميع يعرف أنني من أنقذ الساد. نعم أكيد، بعد أن دمرته أولا. حين نلتقي مرة أخرى سيكون وقت الشر. والآن صار لديك شعر خاص، أهلا بك. أحسنت صنعا بن. أعتقد جوان تينيسون، كنا نبحث عنك طوال اليوم، تهانينا على بطولة الصيد لمرتين. أنت بخير يا بن؟ هذه جائزة كبيرة لجوين. نعم جدي، رأيت الجانب السيء للغرور، واسمه تيمبكتو. هذا يعني لا يريد جائزته جدي. جائزة؟ أي جائزة؟ تمثال، هذا حقا ما أستحقه، ولدي خطاب جاهز. أصدقائي الأعزاء، نجتمع اليوم لنحتفل بتكريم بان الذي استحق هذا اليوم جائزة العمر. نجحت. هل هذا جزء من المعرض؟ لا، اهربوا، اخرجوا من هنا. اسرع بان. يمكنني القول علمياً إن هذا المكان مقرف جداً، وهذا الذهب يذوب في حمض المعدة. نعم، تماماً، على ما يذوب سلاربستاك الذهب في معدته سيكون استخراج الذهب كله أمراً سهلاً. مرحباً تينيسون. دكتور آنيمو، ماذا تفعل هنا؟ قلت لك، ظننت هذا الفضائي هو الأذكى. أي بن، هنا. ساعدني. لا تقلق، أنا آت. مهمة إنقاذ. يا لها من. Oh!
ليس سيئا. توقفت. بطن مليء بالذهب تماما كما طلبت. أحسنت. هل تشعر بالحر؟ سيصبح أحر لو اقتربت العثرات الهاضمة أكثر. ليس مجددا. ماذا؟ ما الذي حصل؟ إنه نائم على بطنه، يمكننا الخروج من المريء. عظيم. حلوى. نعم، وستأخذ بعضا منها إذا كنت مطيعا. لدينا الوقت للبناء؟ طبعا، سنركب هذا الشيء إلى الخارج طبعا. براكة. تريد أن تجلب لنفسك وجع البطن؟ اهدأ. أحسن. كير 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 كير. حقا إنك تتعامل مع الأمر بطريقة متطورة. واثق من نجاح هذا بن، وهل يجب أن يكون هذا على شكل صاروخ؟ أولا ثق بتأثير الدغدغة، وثانيا بالطبع يجب أن يكون. تمسك. الآن وأن جدي آمن، حان وقت إزالة التهديد على طريقة جراي ماتر. جراي ماتر يعرف حركات الكونغ فو سرية؟ لا، علم الأحياء. أنا ذكي. بن، ما زلت عالقاً هنا. لا أعرف كيف أفك هذا الشيء. صاروخ الذهب هذا لي. أين مو؟ أويا. ماذا يفعل هنا؟ لا أعلم. لا يهم. لحظة. ماذا حدث؟ الصوت تسمعه هادئاً أحياناً، أو مزمجراً كالرعد، أو حاداً كالليزر. هلو؟ جوين، هل أنت وبن بخير؟ تمام، مجرد مجنون أفرق يحاول تدمير الكوكب صوتياً. لا أسمعك، يقولون هناك مجنون يحاول تدمير الكوكب صوتياً، وهناك جدار صوتي يحيط بالملعب. نعم جدي، نحن بداخله. جدي لا يسمعني. لا تقلقي من هذا الغبي، فور عودة ساعتي للعمل. طيب حبيبتي، اطمأننت عليكم، لا تقتربوا من الخبر. هذه مصيبة. هروب هروب هروب. حاولي جوان، حاولي. نغماتك فظيعة. وكف عن الضحك، لا أدري ما يضحك الأشرار. سأدمر العالم. كوميدي جدا. رأيي دعك من الشرير وامنح صديقتك يد المساعدة. ظننت لديك اثنتين. ظريف. يلا داستر، يلا داستر. أوليه. من جمرة لبركان. هيت بلاست. ماذا؟ هي مجنون داستر، استعد للقفز. الباب. رائع، خذي صاحبنا هذا إذن، ودعيني أوقف الموجات المدمرة وصاحبها الأخرق المجنون. انتهت المهلة وكلام لورد سابال سينفذ. اسمعوا صوت النهاية. نغماتك تعيسة. ها؟ تذكر الفجوة. تريدين قهوة؟ لا، اقرأ شفتي. فجوة. فجوة.
أوه، فجوة! بالطبع، علينا إحداث فجوة. صح، هي لورد دي، سأهديك فجوة ولا يقضى على النار إلا بالنار. يلا داستر، يلا داستر، يلا داستر، ياه! انتهى العرض ديسيبول، استعد للقضية. بصراحة حفل ممتع. ممتع؟ كيف لا؟ أنقذتم الأرض يوم الأرض وتعرفت معكم على نغمات جديدة. يلا على موسيقى سيجي كاستر. أيوة يلا رائع. العب. هذا جدكم؟ لا نعرفه. نو، مجرد عابر سبيل. يا له من يوم رائع. على إيقاع داستر، داست يمين داست يسار، يا حركاتك يا تكاتك يا بيبي بوب بيبو بيبو تو 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 نا 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 ما هذه المخلوقات؟ هجوما! أين بن حين نحتاجه؟ أوه لا! ما هذا؟ إنها تدمر الحديقة! كلما غضبت أكثر أصبحت أخطر، وفي هذه الحالة ستضع العالم في خطر. العالم في خطر؟ يعني حان وقت البطولة. ألا يخيفك هذا أبداً؟ حسناً لا بأس، هيا نلقي نظرة من الأعلى. هذه المخلوقات لا تحب سلال النزهة. كان لدي سلطة لذيذة. هيا بن، أين أنت؟ لحظة، ها هو بن. واو، نجح ذلك. ماذا قلت لها؟ قلت لها كلاماً مستفزاً فقط. يمكن استفزاز هذه الغيلان بسرعة كبيرة. أظنها جميعها هنا. تمسك بلا مزاح. أيعجبك هذا الآن؟ أظنك أصبتها كلها. ماذا؟ حقاً؟ أوه مان. عليك الهرب الآن. هيا 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 هيا. حقا؟ حركة رائعة. تماما، أمسكتك. من الخطير الآن؟ أحسنت بني. لا تتسلل علي. آسف، الآن بعد أن أمسكناها كلها ماذا سنفعل بها؟ أعدتها كلها إلى قريتها، والآن لنمنحها بعض الخصوصية. هم.
حسناً، أتمنى أن يعجبها الاتفاق الجديد. والآن بعد أن قدمت خدماتي من فضلك سيدي، انتظر لحظة بني، ما زال عليك إنهاء العمل. أشعر بالذنب لأكل حصته من الكيك نوعاً ما. كل ما علينا فعله هو تحطيم المولد ثم شق طريقنا للخارج. ربما تنجح في إقناع هؤلاء الأغبياء باتباع خطتك، لكني سأبقى هنا وأقشر الذرة. تعلم، معك حق، هناك طريق وحيد لنخرج من هنا، وذلك بتنظيم أنفسنا في فريق. ما رأيك؟ مستعد للانضمام مينيتور؟ كلكم أغبياء. من الأكثر غباء؟ الغبي أم من يتبعه؟ هذا ليس حتى لننهي الأمر. حسناً يا فريق، انطلاق. ماذا؟ أنت واثق من ذلك ناجت؟ لا، لم أوافق على هذا. نجوت. قفل بأحجية. أوه، ها، لابد وأنه مولد حقل الطاقة. نجحنا يا شباب، نجحنا حقا. حركة سيئة يا فشلة. فشلة، تطوعتم للتو بتنظيف الحظائر لبقية حياتكم. حياتكم. طيب، يبدو علي أن ألقنك. ماذا حدث؟ كنا سننجح. لن نتمكن أبداً من التغلب على الأقوياء. قلت لك لن ننجح. لا، سننجح. ما زال بإمكاننا تعطيل حقل الطاقة. ولكن كيف؟ نقاتل. نقاتل؟ هم؟ اسمع، إنهم أقوياء وشرسون، لكنهم كسالى وأغبياء وأنانيون. كل واحد منا لديه شيء لا يملكونه. لنعمل كفريق. هل نبدأ؟ وقت الخسارة يا فشلة. هيا هيا. هاي يا لحم مقدد، حان وقت تلقين الدرس. نسيت أننا نحب رائحة القذارة. تخلى عني، بن ذهب. اهدأ يا جبان، هل تشرفنا؟ آسف شباب، هذه المزرعة بأقفاص. أحسنت بن. وأخيراً. لحظة، أنت بشري؟ نعم، قصة طويلة. بن فوت الكثير. تصدق لديهم ملك تشيك بالذرة. لأول مرة قصتنا أروع من قصته. هدف. خفيفة لطيفة جوين. جدا. سأنطلق الآن. حسناً أيها العاصفيون، تشير حالة الطقس إلى هطول زخات من اللكمات. شكله عجيب. يجب التحكم بالعواطف. ها 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 ها
الضحك. إحساس مضحك ومقلق. ها؟ العاصفة تصعد إلى السماء؟ فهمت الآن معنى إعصار فضائي. حسناً، نكتفي بهذا القدر. أضعت وقتنا. لسنا غاضبين أبداً لأننا بطبيعتنا عديم الإحساس تماماً. إنها نهايتك. نهايتي؟ ومتى كانت بدايتي؟ لكن أفهموني عدم الإحساس هذا. العواطف تضعفك وتخذلك. أهدافنا محددة ولا يمكن توقعها. لا يمكن توقعها؟ كالطقس مثلاً. حسناً يا أغبياء، قبلت التحدي ولا أراكم توقعتم هذا. ها؟ لنبدأ إذن. ضعيف. ضعيف، لم تتوقعها. ها، أسرع من الريح. لول، ألعب معكم بالكلمات، تلطيف أجواء. جيستو، ركز. ركز أنت هيل أو. أراني قد أثرت عواطفكم في النهاية. ها؟ طلبت من القادة عدم إشراكك في المهمة لأنك حساس. حساس؟ أنا؟ ومن أصدر أوامر البدء بالمرحلة الثانية قبل الأوان؟ يا طفل. ها، ترى هل تكون نهايتي على يد بعض الروبوتس الأغبياء؟ بل وقبل أن ألمس هذا الضوء الأحمر اللامع. أغبياء؟ نحن لسنا أغبياء. وحدك الغبي. لم أسمع شيئا منكم. أذني لا تلتقط الغباء. أوبس، لم أتوقع هذا السيناريو. نادم على كل لحظة في وجودي. ليس بإمكاني أن أقول سأفتقدكما، لكن مستحيل، فأنا عديم الإحساس. سنعود لنلتقي أيها الأرضي. لم تنتهي قصة رؤوس العواصف. يا كما قال. ها؟ يا هدوء ما بعد العاصفة. بن، أنت بخير؟ فكرة عبقرية، خدعتهم فاستخدموا قواهم ضد جهازهم. أما أنا فمنبهرة بك بن. ربع ساعة بدون لمس ساعتك؟ اضحكي جوين، بالي مشغول بأمور أكثر خطورة. أكثر خطورة؟ انتهى الموضوع. ما الأمر بن؟ هؤلاء العاصفيون لابد أن خطتهم أكبر، أكبر بكثير. وها أنا أتساءل، هل هو هدوء ما بعد أم ما قبل العاصفة؟ أخيراً غربوا عن وجهي رغم توقعي بعض المنافسة. ها؟ مستحيل، لا يمكن. الرخصة والملكية بليز. هي أن توقف، وخارطة الكنز إذا أمكن. هش يا حشرة. طيب، أنت البادئ والبادئ أظلم. تظن أنك ستوقف لاجرانج؟ لحظات وسوف ألحق بك. لن أدع الكنز يفلت. هاي، لم ينتهي السباق بعد لاجرانج. سه، بالعكس يا صغير، انتهى لصالحي. ماذا؟ أوفرفلو ليس بالإمكان أفضل. لا بأس، مهما كان لن تهزم لاجرانج. تعال هنا، استسلم يا لاجرانج، لا أمل لديك. أرني مهاراتك في السباق يا شاطر. غشاش. الكهف يؤدي لباطن البركان. ترى كيف يخبئون الكنز هنا. خطير. لا.
هيمان سيحصل على الكنز. قفزة واحدة ويصبح الكنز من نصيبي. أنا الذي سأصبح بطل السباق. بما أنك إيطالي، كيف تقول يا بطيء بلغتك؟ أنا فرنسي. أوكي، قصوت عليه قليلا. أكرهك تنسن. المكان غير مستقر. ها؟ الكنز. نعم الكنز حقيقة. سينفجر المكان. هات الكنز أم لاجرانج. الكنز لاجرانج. بسرعة اصبر. ما أروعك سايبرغ. سايبرغ سايبرغ سأسقط. طيب أرجوك أمسك بي. رائع يا سامي، أمسكنا الأخير. ضعه في الحجز أمامي يا لاجرانج. اسمي لاجرانج. أحسنت يا بن. إذن هل وجدت الكنز؟ لا، بسيطة. الكنز الحقيقي إنقاذ المكان. أوه واو، أنت حقاً بطل. يا سلام، كنزي لي أنا وحدي. توضيح يا بن، بما أن الكنز تم العثور عليه في أرض الحكومة فيعتبر ملكاً لها. ماذا؟ كلام جدك صحيح، ونظراً للدمار الذي أحدثه هؤلاء الأشقياء فسنستثمر الكنز لإعمار المحمية. سايبرغ يوم رائع بن، نجاح شامل. أنقذت المكان، قبضت على المجرمين ومنعتهم من تدمير المحمية. لكن بدون الكنز. نصيحة يا بن، كنزك الحقيقي جمال المكان وأيضا جمال الطبيعة. سلم لي على جمال. مغلق. العصا فورا. طبعا ستجدها أكيد لو وجدتني أصلاً. كانت رائعة. أصدق أن رأيت النجمة وألقتها على النجلة. خدعة التوائم. هذه العصا أخطر مما توقعت. لا أصدق أنها أمسكت بالنجمة وألقت بها. خيال. أمسكتك. سوبر محظوظة، تحت أمرك يا صغيري. هاي هاكس، أوراق تطايروا. من مخرج إلى مأزق. كفى. أعطني العصا حالاً وإلا حولتك إلى ضفدع قبيح. نو شكراً. محظوظة احذري. لولاي ما كنت محظوظة. ولولا شفقتي لسحقتك، لكنها لن تستمر. وجه الأمر أنت ستهزم. لا تحاول، نهايتك على يدي لأنني يبدو أن الحظ تخلى عنك كثيراً. من يضحك أخيراً؟ صدقني لن تنال مني أبداً. أحذرك هاكس، ابتعد وإلا وإلا وإلا. ماذا؟ ستتوسلين الرحمة؟ هذه عصا مغشوشة. أوه بصراحة برافو. يا له من عرض يا بنت، يا له من عرض. نجحت في خداعي. وبالمناسبة هذا أمر يستوجب أقصى العقوبة. خدعتك؟ طبعا لا، أردتك هنا لأتمكن منك نهائيا. وحوش الزومبيو. بقدر ما أعجبني أداؤك يا صغيرتي، إلا أنه للأسف نفد صبري معك. عليك واحد. دود، وجهك أصفر من الخوف. ماذا؟ يمشون بيننا.
حتى ميرلين نفسه لا يقدر على ذلك. أمر جديد. انتعش بالخطر. ربما لن تعيش. حلوة وجديدة مني. غوان، كيف أتيت بكل هؤلاء الزومبي؟ لم أتي بهم، مجرد تنسيق مواعيد وبعض الحظ. شكراً للقبض على هذا الشرير أيها الجندي الفضائي. إنها ضربة للأشرار ونشوة للأحرار. أتسمح لي بسلف النصر؟ كل لمعجبية تشيز هيك. اذهبوا به إلى السجن، ولا تنسوا التصويت في مسابقة الأزياء. استمر في بطولاتك يا بطل، العالم كله فخور بك. إنهم كثيرون، أنا محاصر من كل مكان، نهايتي تعيسة. دود اهدأ، الموضوع كله عرض. أتمنى أن يفوز بجائزة العروض، أداؤه كان رائعاً، يستحق شارة المهرجان. لكن قولي لي، كيف فعلت هذا بعصا مغشوشة؟ وأين العصا الحقيقية؟ ها، أيعرف أوليفر بقدراتها؟ الصاعقة. يبدو سعيداً. أنتم هنا؟ فاتكم الكثير من الإثارة، انظرا، كلفتني $100 بس، يا لنا من محظوظين. جداً جداً سعيدة أنك بخير يا بن. لم ينتهي الأمر بعد، الوحش متجه نحو البحيرة. معك حق، أحتاج استشارة، تساعدينني؟ شوف، أظنه مصاباً. واو، لا أصدق، إنه يغرق. لقد اختفى، غلبته يا بن. ياي، ووهو، يا سلام، أنا رائع، أنا سوبر، قضيت عليه. أها، لم أكن لأحتفل الآن. ولماذا؟ لا يحصل كل يوم، إنه إنجاز. لم يتضمر بعد، بل يتكاثر. أه؟ إذن هذا ما يفعله حين يستيقظ، يتكاثر. أوه، حسناً، ماذا سأفعل؟ تحول إلى أحد تعرفه جيداً، هيت بلاست. أوكي، نعم، هيت بلاست. إذا كنتم تحبون الأسلحة الكلاسيكية استعدوا، وإليكم كرة نارية، وهذه أيضاً كرة نارية أخرى. أوكي، استعدوا لكرات أخرى. انتهينا. جوين، إنهم كثيرون، ماذا يجب أن أفعل؟ بن، لا! هجوم! نار وماء، كيف فاتني هذا؟ بسرعة، اسحبوني بالخطاف. لا يمكننا، إنها تحيط بنا. بن، استخدم حدسة بن. ولكنه سبب المشاكل. غير صحيح، أنا جعلتك تشك في قدراتك. في الواقع حدس بن حدسي جدا. ما الذي أقوله؟ من طلب هزيمة تحت الماء؟ لا أحد يقدر مزاحي. هجوم! هيا! إنها ضعيفة على اليابسة، هذا يعني... اهدأ يا صغير ال... بن، أحضرهم إلى اليابسة. ماذا؟ فقط قم بما تفعله في الماء. حقا؟ هيا هيا هيا. كانون بول! سخيف سخيف. ما ألطفهم خارج الماء. انتهينا.
بن، أنا أدين لك بالاعتذار. لو لم أقم بالتدخل لصار كل شيء على ما يرام. بسيطة، في الواقع تكونين أحياناً على صواب. شكراً، لكل منا أسلوبه الخاص. أنا أحب الأمانة والهدوء، وأنت أظنك تهوى السرعة والإثارة. كرة كانون بول! هل كان مضطراً لفعلها ثانيةً؟ يا لك من عديمة المسؤولية، لما لم تخبرينا؟ عهد الهدوء. نسيتي؟ الكلام ممنوع. وكالعادة الساعة لا تعمل. ما هذا؟ راحت شهيتي. سيأكلنا بشهية. سلامي لعهد السكوت. لم يبقي نائما إلا سكوتنا وكريستالات الهرم. يعني الكريستالات تهدئه؟ بسيطة، دعوها لي. لحظة، أهو دائما متهور؟ أحيانا يوميا. يلا يلا يا تنين، يلا نلعب. الماس حبيب كل الناس. استسلمت؟ بسيطة، أنا لا. أوه يا، أحب النار. توقعتها يا تنين، هاتها أبا الزواحف. أوكي، يعني غيرت رأيي. ممكن، حسناً، مساعدة صغيرة إذا سمحتي. ماذا تقرأين؟ تومو سالي كوروتيلا، تومو سالي كوروتيلا. بصراحة لا أحب الفوازير. جوهرك من البلور الأخضر، إذا بعثت فيك الطاقة سيمكنك تهدئة التنين. بليز هدئي، ما أحوجه للتهدئة. عليك الاسترخاء، دع الكريستالات تعمل، اجلس وتنفس بعمق. سأحاول، قصدي أجلس يومياً. تومو سالي كوروتيلا. لا فائدة. بن، فقط ثق بنا، سننجح. ركز واهدأ، عيش السلام. ياه، أنا البطل من غيري، والبطل وأنا. أوكي، حان وقت إعادته إلى جحره. ياه، بهدوء. ها؟ قلنا له تصبح على خير، لن يزعجكم من جديد. ما يعني؟ لا داعي للسكوت أبداً. أحسنتم العمل اليوم. نعم، شكراً لكم. أين ذهب زيك الغريب؟ من أنت حقاً؟ إبقاء التنين نائماً كان هدف مجتمعنا. الآن وقد نام، يمكننا العودة إلى حياتنا وأحلامنا. ألا وهي؟ اسمي سعاد قلاوون السابع عشر، محامية بمحكمة الاستئناف. تشرفنا، طعام لطريقكم. ها، مجرد سبع ساعات لوصول النجدة. دعوني أساعدكم، تلقيت دروساً على الإنترنت. فلتحاول؟ عاجزون عن الشكر. أنت رائعة جداً. باي. تعلمتما أهمية الاسترخاء يا صغيراي؟ بالتأكيد، تعلمت أكثر من أنسة توتر. لا، أنا أكثر. ريهان ستخسرين. ريهان سأفوز. اختر الرفيق قبل الطريق.